نشرت وكالات الأنباء صورا توضح حجم الدمار الذي تعرضت له جزيرة سولاويسي في إندونيسيا الجمعة بعد أن ضربها زلزال أدى إلى مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة المئات. وذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أن زلزالا قوته 6.2 ضرب الجزيرة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني. نظمت كوريا الشمالية عرضاً عسكرياً للاحتفال بمؤتمر الحزب الحاكم، استعرضت خلاله بشكل خاص صاروخاً باليستياً يمكن إطلاقه من على متن غواصة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وضم العرض أيضا قوات من المشاة والمدفعية فضلا عن دبابات واستعراض جوي بطائرات قامت بتشكيل رقم 8 احتفالا بالمؤتمر الثامن.